الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حلقة جديدة من برنامج الراحمون على قناة نسمة في شهر الرحمة، شهر رمضان المبارك، وإحنا ديننا كله رحمة، نبينا هو نبي الرحمة. كيفاش لا؟ وربي سبحانه وتعالى هو اللي قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اليوم سنتحدثوا على رحمة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، على رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، خاصة باللي خالفوه، باللي خالفوه في الدين. اي نعم، هذا هو المهم جدا، كيفاش نبينوا أن الدين رحمة، خاصة لما نتبينوا معنى الرحمة في علاقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالذين خالفوه في الدين، ونأخذ بعض النماذج في ذلك باش نتبينوا هذا المعنى. لأنه معنى الرحمة، وفي برنامج الرحيمون نحب نبينوا كيفاش أن الرحمة هي مظهر من مظاهر الدعوة، بل هي أسمى تجلي للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هو أن نبين معنى الرحمة في سلوكاتنا، في تصرفاتنا، خاصة مع الناس اللي هما يخالفونا في أفكارنا، يخالفونا في ديننا، يخالفونا في العقائد متاعنا. نتمثل معنى الرحمة في التعامل معهم، مش ما نكونوش بمعنى الفض، كما قال ربي سبحانه وتعالى ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الفض العكس متاعه هو اللي يكون رحيم. إذا ما يكونش، إذا رحيم شي يكون فض. فنحن باش نتبينوا هذا المعنى من خلال كيفاش كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأعدائه. نتذكروا كنا الموقف تاع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى فتح يعني مكة وقال لهم اذهبوا أنتم الطلقاء، لما قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالذين نكلوا بالمسلمين، والذين فعلوا ما فعلوا، والذين ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم الرد القبيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجازي هذه السيئة بالحسنة. علاش؟ في غاية، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين. فإذا من أسباب انتشار الإسلام في العالم اليوم هو الأخلاق تاع المسلمين اللي يكونوا رحماء ويجسموا هذا المعنى تاع الرحمة، خاصة في اللي يخالفونا في مواقفنا واللي يخالفونا في ديننا، مش هكاك يكونوا كما نكونوش كما بعض الناس اللي يكونوا فتنة للذين ظلموا، كما قال ربي سبحانه وتعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فهذا إن شاء الله اللي باش نشوفوه، وباش ناخذوا بعض المواقف العملية، بعض النماذج من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في التصرف مع ما يسمى بين ظفرين بالعدو. كيفاش أنه بالرحمة متاعك تستقطب الناس هذوما وتشدهم للدين متاعك، ويكون هذا مظهر من مظاهر الدعوة. نتبين من بعضنا من خلال القصة هذه معنى الرحمة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس اللي هما خلفوه، اللي هما خلفوه في الدين. ناخذ قصة خرجها البخاري ومسلم، قصة ثمامة ابن أثال. شوف فيها معنى الرحمة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن الصحابة خرجوا في سرية، يعني لاستطلاع معناتها، مش معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلقاوا هذا الرجل اللي هو اسمه ثمامة ابن أثال، وهو زعيم في قبيلة بني حنيفة. فلقاوه كيف احنا يجسس، فأخذوه وهزوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة، يعني شنو الظن أني فاعل بك؟ فقال له إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تشأ المال فسل ما تشاء أعطيه لك. يعني قال له كان تقتلني فأنا مهدور الدم، نستاهل باعتبار أني عدو متاعكم وجاي نتجسس، أو إذا كان تحب الفداء، معناتها تحب فلوس اللي تحب نعطيك، هو كان زعيم في القبيلة متاعه وعنده الفلوس، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا كان تحب تسامحني فهذا يعتبر من وبارك الله فيك على ذلك. فأعطاه ثلاثة حاجات ليه في حق الأسير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم مش أن يربطوه بسارية من سواري المسجد، يزوه العرسة من العرسة متاع الجامعة ويربطوه مسجد المدينة. فرجع له النبي صلى الله عليه وسلم الغدوك، قالوا ما عندك يا ثمامة؟ فثمامة قالوا نفس الكلام، قالوا إن تقتل زاد من اللي قلناه قبيلك. رجع له النبي صلى الله عليه وسلم الغدوك، قالوا ما عندك يا ثمامة؟ فقال له ثمامة اللي قلته لك هذاك هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فكوا وثاقه، سيبوه. فبعد ما سيبوه امشى، يقول يعني في الحديث أنه خرج وذهب إلى نخل أو نجل قريب، يعني مكان فيه ماء كما تقول انت جابي، اغتسل ودخل الجامع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سبحان الله، هذا اللي كان عدو، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأكثر من هذا تعرفش قال؟ قال والله يا رسول الله ما كان
من وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك هو أحب الوجوه إلي. فماش قال وجه كنت ما نحبوش قدك أنت، فأصبح وجهك هو أحسن وأحب الوجوه إلي. وما كان من دين وأبغض الدين إلي، فأصبح دينك ودينك هو أحب الدين إلي. وما كانت من أرض هي أبغض الأرض إلي من هذه الأرض، يعني من المدينة، فأصبحت هذه الأرض هي أحب الأرض إلي. وقال له راهو أصحابك خذاوني وأنا كنت ماشي نعمل في عمرة في مكانه في الجاهلية، يعني عمرة ما هو باعتبار أنه مش مسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له برا مشي مشي عمل عمرة باعتباره أنه دولة وأنه مسلم، عمرة بتاع المسلمين. فمشى وقت اللي مشى لمكة، فالمشركين بتاع قريش قالوا له قد صبأت يعني وليت تابع محمد وانحرفت على الدين بتاع والديك وعلى الدين بتاع أجدادك. فالهنا هو قال لهم لا، بل أنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله. فقال لهم إن تمنعوني، لكن مش تمنعوني من العمرة، فسأمنع عنكم الحنطة، يعني مش نخلي ما مش نعطيكم ومش بيجيكم مني حتى حبة متاع قبح. شوفوا كيفاش السلوك والتصرف نتاع ثمامة ابن أثال اللي توا احنا نقولوا رضي الله عنه باعتبار انه صحابي، لانه اسلم وحسن اسلامه. وشوف الموقف نتاعه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مش نوصلوا للنتيجة هذه، ومش وصلنا ان هذا الرجل اللي دخل الاسلام وهو زعيم في القبيلة نتاعه وبرشا ناس من القبيلة نتاعه تبعوه، وهذه رحمة من عند ربي سبحانه وتعالى، هذا ما كانش يكون لولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا قول المولى سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين لا للعالمين. فهذه معنى من معاني الرحمة. مش نكمل في المعنى هذا، في معنى الرحمة وفي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، نأخذ القصة هذه اللي هي خرجها الطبراني، خرجها البيهقي، موجودة في سيرة ابن إسحاق، السند بتاعها جيد كما قال علماء الحديث. احنا نقول هذا من باب الأمانة العلمية، خاطر فما ناس مختصين يتبعوا فينا، مش نقول هذا من باب الأمانة. في الحديث هذا أن عمير بن وهب كان جالس مع صفوان ابن أمية في حجر إسماعيل. حجر إسماعيل هذا يعني قبل الكعبة، حجر إسماعيل والطواف. فجلسين بعد غزوة بدر، وكانوا كما نعرف وقت المشركين خسروا في الغزوة هذه. فقال عمير ابن وهب لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لقتلت محمدا لذهبت إليه، ومشيت راني قتلت. عمير ابن وهب عنده ولده من بني الأسرى اللي تشدوا في غزوة بدر، قعد عند المسلمين. فقال لولا أني خايف على وليدات الصغار اللي مش خلاهم، ولا عندي ديون ما نحبش الموت ونخلي دين، هذا يدل على أنه عند عرب بالنسبة برغب الجاهلية أنه كان حاجة كبيرة أنه واحد ما يخلصش العباد. قال لمشيت لمحمد صلى الله عليه وسلم وراني قتلته. يا أخي صفوان ابن أمية لقفها من عنده وقال له هذا اللي بيك يقول احنا، قال له عيالك عيالي ودينك ديني. قال له بري مشي انتي وتهنى على أولادك وتهنى على الدين متاعك. فذهب صفوان أو ذهب عمير بن وهب ومشحذ سيفه بالسم ومشى للمدينة مشي قابل النبي صلى الله عليه وسلم بنية أنه حب يقتله. فلما مشى للمدينة وصل الباب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، شافه عمر رضي الله عنه، فقال هذا عدو الله، ماذا أتى به شبيه؟ فذهب ولببه بردائه، شد كما نقول احنا شدوا من رداء وخنقوا وهزوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا شبيهك تحب. فلما مشى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما أتيت لكي تكرموا ابن وهو أسير عندكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أو لأجلي هذا جئت، يعني يقول الحق، هذاك علاش تجيت ماشي حاجة أخرى؟ قالوا لا لأجل ذلك، قالوا أتيت لأجل ابني يعني ولده أسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، إنما جلست في حجر إسماعيل أنت وصفوان ابن أمية وتحدثتما في غزوة بدر، تحدثوا على غزوة بدر، وقلت لولا عيال أخشى عليهم ضيعة ولولا دين علي لذهبت وقتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. فتلقفها منك صفوان وقال لك دينك ديني وعيالك عيالي، فذهبت وجعلت سيفك بالسم وأتيت إلى هنا لكي تقتلني. فش قال هنا عمير ابن وهب؟ قال أشهد أنك رسول الله، فوالله ما علم أحد بما قلت إلا أنا وصفوان ابن أمية. الكلام هذين اللي كنت تقول فيه يا رسول الله رغم ما يعرفه كان أنا وصفوان ابن أمية.
فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها النبي صلى الله عليه وسلم ترشي قالهم خذوا أخاكم وعلموه القرآن، برهزوه وعلموه القرآن، لأن القرآن هو رحمة. سبحان الله، تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمير بن وهب وكان من أشد الناس ومن أشد المشركين على الصحابة، شوف كيفاش تصرف النبي صلى الله عليه وسلم معاه، كان هذا من أسباب الرحمة ومن أسباب دخول الإسلام ودخلوا معاه ولما سمعوا به بعض المشركين اللي كانوا في مكة. وهذه شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، والرحمة هذه نتمثلها مع أكثر الناس عادة النبي صلى الله عليه وسلم، كما المرأة اليهودية زينب هذه التي وضعت السم في طعام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلام من هذا الطعام وحس اللي فيه سم وتسبب هذا الطعام في مقتل أحد الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما يروي جمهور المحدثين وعلماء السيرة يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها، كما أن هناك قول أنه لم يعفو عنها وأقام عليها الحد، ولكن قول جمهور وقول يعني علماء السيرة جمهور بتاعهم حسب التتبع لقينا أنهم يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها، بل أكثر من ذلك يقول إمام الذهبي أنها أسلمت وحسن إسلامها والله أعلم. يعني شوف هنا التصرف والسلوك مع النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يكون رحمة مش للمسلمين بل للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وإن شاء الله إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.